الجيش الوطني وقاب قوسين أو أدنى من تحرير معسكر خالد. المعارك هنا تأخذ طابعا تصاعديا باتجاه تحقيق هذا الهدف الذي سينهي التواجد العسكري الأهم للإنقلابيين في منطقة جنوب البحر الأحمر التابعة لمحافظة تعز. فبعد فترة طويلة من الجمود العسكري في هذه الجبهة، تصاعدت خلال الأيام الماضية وتيرة العملية العسكرية لقوة الجيش الوطني والتحالف ضد الميليشيا الإنقلابية التي لا تزال تسيطر على معسكر خالد الاستراتيجي الواقع بالقرب من مفرق المخا. تحت قصف كثيف للطيران الحربي وطيران الأباتشي، يتقدم الجيش بثبات باتجاه مثلث المخا في ظل تراجع كبير لميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. وتركزت عمليات التمشيط التي قام بها طيران الأباتشي التابع للتحالف في معسكر خالد ومحيطه، بالإضافة إلى محيط منطقة الهامل وسابحة التي تم السيطرة عليها في معارك اليومين الماضيين. الجيش وصل إلى محطة الضمري وواصل هجومه العنيف لإحراز مزيد من المواقع في هذه المنطقة، وقد أسفر الهجوم عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الإنقلابية وتدمير عدد من العربات المدرعة التابعة لها. ووفقا لمصادر في الجيش الوطني، فإن أعنف المعارك تدور حاليا في محيط معسكر خالد بن الوليد الذي بات محاصرا، ومن المتوقع أن يقع في قبضة الجيش في غضون الأيام القليلة القادمة إذا استمرت المعارك على هذه الوتيرة. المراقبون أكدوا أن السيطرة على جسر الهاملي الواقع إلى الشمال الغربي للمعسكر وعلى الخط الرئيس الرابط بين محافظتي تعز والحديدة يحقق من الناحية الاستراتيجية جزءا مهما من أهداف استعادة السيطرة على معسكر خالد، بالنظر إلى أن هذه السيطرة تقطع خط الإمداد الرئيس للإنقلابيين ولآخر ما تبقى من جبهاتهم في الجنوب الغربي للبلاد.